يعني شكون الشخصيه اللي تشوفي يليق ننتبهوا لها كشخصيه الاسبوع؟ ماشي راكي معاها ولا ده. يعني هذا تصريح خطير يجب ان تنتبهوا ليه. التطبيع نتاع محمد رمضان ولا كلام بهاء الدين طليبه على الملايير تاع البرلمان ولا رياض محرز والمشوار تاعو في مانشستر سيتي. انا جبخيف بون في الرياضه بصراحه ما نتبعش. انا نظن لو تبعنا طليبه لان طليبه راح ياخذنا الى خفايا اخرى راح يفتح لنا واحد الباب مغلقه اللي راهم الجزائريين يستناو فيها. دونك ماهوش لاني افضله ولانه افضله كشخصيه واش نقصد. دونك هنا انا اظن انه التصريحات تاعو هي اللي راح تفتح افاق كثيره يعني حول قضايا لا تزال غامضه. هو الاخطر هذا الاسبوع هو الاخطر.